أعزائي، أهلا وسهلا بكم على قناة مطبخنا كيتشن. الفيديو النهاردة لكل واحدة جربت تعمل تشيز كيك وما زبطش معاها، أو حابة تبهر عيلتها بوصفة حلوة وجديدة. وصفتنا سهلة جدا وهتظبط معاكي من أول مرة. المقادير: 200 جرام بسكوت سادة أو دايجستيف، 70 جرام زبدة، 600 جرام جبنة كريمي، 280 جرام كريمة خف، 100 جرام سكر بودرة، منجاية كبيرة حوالي ربع كيلو، 40 ملي مية سخنة، 20 جرام جيلاتين باودر، وده ممكن تجيبيه من عند أي عطار أو من السوبر ماركت. أول خطوة معانا، هنطحن البسكوت في الكبة أو في الخلاط. وبعدين هنجيب الزبدة ونسيحها ونضيفها للبسكوت اللي خلطناه ونقلب كويس جدا علشان البسكوت يتشرب الزبدة، وبكده يكون جاهز. وبعدين هنجيب الصينية بتاعتنا، نحط البسكوت فيها ونضغط كويس بحيث ان هي تكون متساوية ومضغوطة زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هنغلفها بالستريتش ونحطها في التلاجة لحد ما نجهز باقي المكونات. هنقطع المانجاية ونفرمها من غير مية أو سكر. لمدة 3 دقايق تقريبا لحد ما نوصل للقوام ده، ونحطها على جنب لحد ما نجهز الكريمة. هنجيب بولة كبيرة ونحط فيها الجبنة الكريمي ونضيف السكر ونضربهم بالمضرب الشبك تقريبا لمدة دقيقتين. لحد ما القوام يكون متجانس. وبعدين هنضيف كريمة الخف ونضربهم على سرعة عالية لمدة دقيقتين ل3 دقايق. لحد القوام ما يكون متماسك ومتجانس. زي ما حضراتكم شايفين كده. هنركن الخليط على جنب لحد ما نجهز الجيلاتين. هنضيف الجيلاتين مع المية ونقلب كويس جدا لحد ما الجيلاتين يدوب كله في المية زي ما حضرتكم شايفين كده. وبعدين هنضيف عليه المانجا اللي احنا ضربناهم ونضيفهم سوا لخليط الجبنة ونقلب كويس جدا لمدة دقيقة تقريبا، من دقيقة لدقيقتين. والخطوة الجاية هنطلع البسكوت من التلاجة ونصب عليه الخليط بتاعنا، وبعد كده هنلفه بالستريتش ونحطه في التلاجة على الأقل لمدة 12 ساعة. لو انتي ما عندكيش وقت وحابة الموضوع يكون أسرع شوية، ممكن تزودي نسبة الجيلاتين. دي الصينية اللي أنا استخدمتها، بس قبل ما افتح الصينية واطلع تشيز كيك مشيت السكينة ما بين حرف الصينية والكيك علشان اتاكد انها مش لازقه، ولما افتح الصينيه ما تتكسرش مني. وده كان شكل تشيز كيك بعد ما طلعت من التلاجة. واخر خطوه معانا النهارده هي التزيين. وللتزيين هنحتاج مانجاية مستويه للبيوري ونص مانجاية ناشفه هنقطعها شرايح رفيعه. المانجاية مستوية هنفرمها من غير مية أو سكر ونفردها على وش تشيز كيك بالشكل ده. والشرايح هنزين بيها التشيز كيك بالشكل اللي احنا حابينه،
وده كان الشكل النهائي للتشيز كيك بتاعتنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد.